يا مرحبا بكم يا أجمل متابعين، سعد الله صباحكم ومساءكم. طبعا إن شاء الله في حلقة اليوم هنشوف بعض المهام اللي أنا هسويها لنا، فخلنا على السريع نروح نركب الفشة وبعد هيك نروح نشوف ننطلق للمزرعة ونشوف اللي هو طيور المزرعة تبعتنا ونطمئن عليها على السريع هيك. فخلكم معنا يا إخوان وخلنا نروح نشوف إيش نسوي، واهم حاجة طنطونا لايك وكمان تعليقات هيك ايجابية تحمسنا. خلنا نشوف ايش معانا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا آدم هاي بابا. روح جيب لي بشيك الكمون بشيك الحرف السبعة وسكر الباب وفلفل أخضر وقطعة الكهرباء. بدك تجيب بهارات السبعة وكمون. بدك تجيب بهارات السبعة وكمون وفلفل أخضر. يلا طول انطلق. يلا نسوم. يلا روح. طلعت يا بابا. أول إشي
الله. طبعا يا اخوان بعد ما حطينا الفشة حنحط اللي هو ليمون وبصل وثوم. بسم الله. يا قوي يا الله رغبشت الشاشة مع لسه هون يا اخوان. بسم الله. تمام حنحط اللي هو هلقيت ثوم. بسم الله. طبعا بعد ما حطينا اللي هو الليمون زي ما شايفين وحطينا البصل والثوم هنزيد عليها موية. يعني هنزيد كمان شوية موية عليها لانه الموية اللي فيها مش كفاية فخلنا نجيب شوية موية يا اخوان. خلنا نروح نشوف باقي المهام اللي علينا بعد ما سوينا. توم 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 لقيت ببيعها بنص تحكي جاد؟ لا ليه انت بهدول حممها بهدول ساعة مجنونة. ما هو على الفاضي انت لقيت بدك تروح تقعد من هان لبعد الظهر عامل عرض يعني مش شرط ايش رجعت التذكرة؟ لا اها واحد وبعدين لقيته بعيني وواحد على الفاضي اساسا انا حمم البسه فيهم الدنيا سقعة يا بابا لقيت البسه في عنا محل فاتح فلافل ببيع الفرشوحة بنص بس يوم الجمعة صح؟ لا بس يوم الجمعة لا انا امبارح اشتريتها بشكل اشتريت 4 وحدات. طيب خلينا نشوف ايش نسوي هان. تعال يا امير امير قيم الطبق تبعك يا حبيبي قيم للطبق يلا توم بعد بعد توم. بسم الله. شوف الشر شوف لون عصفورين انزل العب عندك وقعت الكاميرا انزل انزل خذها منها خذها ابعدها شوف روح شاشوبه كبير طبعا اكبر
يا مسكين الفرحان. شوف 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 ضربه. شوف منظره. لذيذ بلعب. بدو شو ياكله؟ ايه بحكي له بدو شو ياكله. مليانين لحم. ما هو من ال قوائد ايش؟ الشرشوح. لا الحلبه. فوائد الحلبه يا اخوان. خلنا نشوف طيورنا الحماميات. بسم الله. طلعهم يتلعبوا شوية. طبعا يا اخوان لسه ما ضبط الاشياء هذه. قلت بخليه ينشف وبشيله هيك يعني طبقة كبيرة. ان شاء الله خير. شو هذا؟ مش عارف. في حاجة غلط غلط. في حاجة غلط. من وين هذا الرمال؟ شايف يا اخوان في حاجة غلط. في رمال كتير هان. هان خلنا نطلع الحمام. لا مش عارف مين. يلا 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 يا حاج يا حاج يلا. هوب 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 هوب. هذا بجيبهم من هان بيجوني هان. يلا 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 يلا. هوب 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 هوب. اطلع كله كله كله. اطلع اطلع اطلع. انت بعد عن الباب. بس بعد عن الباب يا عم. شو هذا؟ لا قرف. خليه يحطه في كيس ويرميه. تمام. بعد ما اطمئننا على اللي هو الطيور خلينا نطمئن على الطيور هذه. هل فقصت هذه يا ابو ادم؟ شايفين كيف الحجم؟ طلع طلع بعد الحلبة. شايفين اللي قاعد يقولوا لي الصبح حلبة، العصر حلبة، على الاكل حلبة، على المية حلبة، والله لو طيورك لا تتكلم لا تقولها ارحمونا. لسه هذيك ما فقست. خلينا نطمئن على اللي هو الرومي وبعد هيك نسكر معاكم ونشوف الدجاج اللي غد. وخلص زي ما شايفين الرومي الذكر صار يستعرض يعني ينفش في ريشه ولا الأنافي. حتى صار هيك يصدر الصوت هذا من جديد. الصوت لقيت اللي هذا ما صار من جديد عشان موسم التكاثر والتزاوج. خلنا نطمئن بس على هذول ونسكر معاكم يا اخوان. بسم الله. طبعا دجاج اللامبرغيني خلنا نطلعه. لا يا زلمة بس عشان مسمى عشان ثمنه غالي فمسمى انه على اسم اللامبرغيني على اساس انه يعني اللامبرغيني غالية. نطمئن على الدجاج هذا ونطلعه. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله جمعة طيبة ومباركة علينا وعليكم. بعتذر على اللي هو مدة الفيديو طويلة لانه بدنا نحقق الشرط الثاني الا وهو 4000 ساعة مشاهدة. فوين الثالث؟ وين؟ غاد؟ 20 شاكل. لا جد وينه يا بابا؟ بابا جد بتحكي؟ وش دخله غاد؟ طب تعال تعال ادم امير امير الحق الحق امير اطلع طلعهم من غاد.
هايها مالها بالهنا. تعالي تعال بطوط بطوط تعالي. انت بدك القرف، انا عارف بدك القرف. روح عند ماما، تعالي عند ماما، تعالي تعالي عند ماما، تعالي يلا روح عند ماما. حتى وهي علي بتاكل قرف. يلا روح روح عند ماما، روح هوب هوب هوب. يلا روح. ايه ايه يلا عند شكلك مقرف. هاي شو رحلة رحلة الجري. خلاص كله منه توم والمكان بالشكل. هاي ماما هاي تمام يا اخوان، بعذر على الاطاله. شكرا لحسن استماعكم ومشاهدتكم. ان شاء الله نحقق الشروط في القناه الجديده هذه. بس اتمنى لكم اللي هو وقت سعيد وجمعه سعيده ان شاء الله، جمعه طيبه ومباركه علينا وعليكم، وسلام. Did that.